مرحبا السلام عليكم اعرفكم نفسي شيهان شاب احمد رئيس الاتحاد الاوروبي لمنظمه الورلد اول كيوكوشين كاراتا يونيون كان عندنا من اول امبارح لحد الان اليوم نهايه المعسكر بعدنا ما منتهين معسكر تدريبي دولي بحضور مجموعه من الدول النمسا سويسرا فرنسا المانيا ورومانيا فمعسكر ناجح جدا نشاطات جميله هذا المعسكر اول مره قمناه ان شاء الله نقيمه السنه الجايه موقع رائع جميل جدا مكان تاريخي ابطال من مختلف المنظمات تيزوكا جروب سوكيو كوشين وورلد اول كوشين مشاركين بهاي المنظمه و شغله ناجحه يعني احنا ما عندنا الكيوكوشين هو واحد والكاراتيه هي وحده بكل العالم ولذلك منظمه الواكو وورلد اول كيوكوشين هي تجمع جميع المنظمات تحت اسم شعار الكيوكوشين ان شاء الله المعسكرات الجايه تكون بعد اكثر وانشط ونستقبل من دول اكثر حتى من اسيا كان اكو حضور من افغانستان باكستان سريلانكا لكن مع الاسف من ايران لكن مع الاسف ما قدروا الحصول على فيزا ان شاء الله الايفنت القادم هو بطوله اوروبا لمنظمه الواكو ورد اول كوشن وراح يكون بها حضور واسع من جميع انواع من جميع دول اوروبا المختلفه وحتى ممكن يكون دول اسيويه حسين سليمان لبناني مقيم بالكويت 40 سنة وأسست لعبة الكيوكوشين كاي بالكويت بال75 بلشنا وبعدين أسسناها بالشرق الأوسط كمان من الكويت وصرت رئيس منظمة الشرق الأوسط أو اتحاد الشرق الأوسط تبع الكيوكوشين كاي كاراتيه اللي أنا تابع لها من اليابان أسستها وصرت مسؤولها وكل شيء أوكي واشتراك بطولات دولية وصار عندنا أبطال دوليين عرب لبنانيين سوريين كويتيين من الكويت يعني من سنة 1974-94 أخذت تفويض من سوساي أوياما مؤسس اللعبة بتأليف منظم بتأليف أكاديمية يابانية للفنون القتالية أنا الوحيد اللي عندي من العرب تفويض من أوياما بتأسيس الأكاديمية فبعد منها
كملنا النشاط الدولي وبحكم اتصالي كثير باليابان وبالمدربين الدوليين بالاتحادات طرأ بفكري انه ساوي اتحاد دولي وبالفعل وورد اول كيوكوشين كاراتيه يونيونز سميته ورئيسه الفخري سوشي كانامورا اعلى رتبه يابانيه من اوياما وكان سفير اوياما بالكيوكوشين بامريكا والعالم كان هو دا يدزه لينشر اللعبه بعد مده صار في انتخاب صار هو رئيس يعني نحن طلبت انا هيك واعضاء مجلس اداره انا مدير عام الاتحاد مؤسس ومدير عام اتحاد الورد اولي كيوكوشين كاراتيه يونيون وهو رئيس وصار عندنا فروع بالعالم واتصالنا مع شهان شاب احمد يزيا دعانا من سنتين على المانيا بنعمل معسكر اول من الواكو اختصار الاتحاد وهلا عندنا هلا المعسكر الثاني واقترحت انا على اعضاء مجلس اداره وعلى الرئيس انه ننتخبه لشهان شهاب احمد مسؤول اوروبا وبالفعل هيك صار واليوم راح بكره راح نعلنها بالنسبه له وفي شهاده رسميه فيها وكل شيء اوكي هيدي بالنسبه لي انا كلمه هانشي الوحيد العربي اللي اخذ رتبه هانشي من اليابان هو بيكون رئيس خبراء من 8 دان وفوق ما بيقدر حدا يعطيها الا اليابانيين لانه هي لقب ياباني يعني مثل الجراند ماستر بالانجليزي بيقدر يعطي اي مؤسسه اي مكان اي بلد مثلا بامريكا باوروبا جراند ماستر بيعطوها لانه بالانجليزي وهيدي انا حبيت اشرحها شوي بالنسبه لهذا هلا بالنسبه ل الكاراتيه الستايل اللي بنلعبه نحن مؤسسه ماساتاتسو اوياما اللي كوري الاصل اللي اجى على اليابان ليدرس دراسه بعتقد بالجامعه دخل بالنشاطات الدفاع عن النفس والجودو اخذ حزام بال 1927 هو ولد اخذ حزام اسود بالجودو بعدين كفى وتابع ودرس عند جيشن فوناكوشي اوكي هيدي بالنسبه لل ستايل اللي بنلعبه نحن كيوكوشين كاراتيه كيف تأسست الكاراتيه بدأت من راهب بوذي هندي راهب بوذي هندي وبالصين الراهب مركزه بالصين بس هو أصله الهندي مركزه بالصين طورت وصار الناس ما تقدر تستعمل سلاح صارت بدها تدافع عن نفسها من دون سلاح بقى اجى على على اليابان اب الكاراتيه اسمه جيشون فناكوشي على جزيرة اوكيناوا بالاول بعدين على طوكيو وطورها للالعاب القتالية بالكاراتيه، الكاراتيه بلش فيها واسس وماساتاتسو اوياما يعني هذا اللي بلقبه سوساي اوياما تدرب عنده من سنة 1935 لل 45 المهم انه 7 سنين درس عنده وانتشرت الكاراتيه من وقتها بس الكيوكشين كاراتيه بال 62 بالستينات اللي بلشت رسميا بالعالم وبالنسبه مش لقبها شو بتعني الكيوكشين كاراتيه
لعبة من ألعاب الكاراتيه بتمتاز بالالتحام أكثر من ألعاب ثانية لأنه الكاراتيه فيها كذا اتجاه كذا مدرسة بقى مؤسسها مساتاتسو أوياما قعد بال 18 بعتقد شهر بالغابات وبلش يجمع من كل الألعاب أفضل هجوم أخذ من البوكس الضربات الدائرية أخذ من تايكواندو سرعة الإجرين والرايزنج ومن الجودو العرقلي أشيباراي بيقولوا له اوكي والالعاب الثانيه زياده القوه هو كان يمتاز كثير بالقوه الجسديه وركز عليها كثير واول ما بلشت التدريب انا بالهامبو العربي الوحيد اللي قعد بالهامبو اكثر من شهر كثير يتكلموا في واحد ما كفى قعد باليابان سوداني كتير كويس الولد بطول مترين هذا نسيت اسمه المهم بس أنا كفيت واحترفتها أكثر منه وهلا يعني اتطورت كتير الكيوكشن بالدول العربية بالكويت كتير قوية بالعراق بلبنان إيران قوية بالشرق الأوسط إيران وهلأ نحن عم نحاول نساعد وزور أنا البلاد اللي تابع لها اتحادنا وهلأ أوروبا بعتقد وأنا أكيد أنه شاب أحمد الشيهان رح يساعد اللعب كتير وراح يساعد فروع جديدة بتأسيس فروع جديدة هو ووصلت لمستوى كويس يعني الكيوكشن المراحل بتخطاها اللاعب لحتى من التزام أبيض في برامج في 48 ساعة أنا أول ما بلشت بسوساي أوياما 48 ساعة من الحزام للحزام بدي يدرب اللاعب ببلش بالأبيض أورانج برتقالي طبعاً درجتين كل حزام فيه أزرق نفس الشيء درجتين المهم أنه تقريباً كل الألعاب الكاراتيه خمس أحزمة ملونة قبل الأسود بس بتختلف في ناس أول حزام أصفر في ناس أول لعبة أو ستايلات أول حزام أصفر نحن برتقالي أزرق أصفر أخضر بني أسود وأنا العربي الوحيد اللي مؤلف كتب كيوكشن أنا بقول الوحيد ليش بقول الوحيد لأنه في عرب مؤلفين كتب بس مش كيوكشن وكتابي أنا الكيوكشن ظليت أربع سنين ألف فيه وما استعنت من أي مصدر ثاني في ناس كتير بتألف خلال سنة بتألف كتابين بس بتاخذ من مصادر أنا هيدا اللي بعتز فيها إنه ما استعنت بحدا إلا بخبرتي أنا وين ما أشوف خبير يعني مستواه عالي روح أتدرب معه بس كنت روح على اليابان بالنسبة لاشتراك بطولات العالم ألبس حزام أبيض أنا وروح على ألعاب كلها روح اتمرن شوف الالعاب شو هي وشو فيها وهذا ما 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 اخجل انا انه لابس حزام ابيض لا بالعكس هذا شيء كثير كويس والحمد لله وبعتز فيها انه انا 90% من مدربين العرب اصدقائي وتساعدنا فنيا وتقريبا ما في اي مشكلة بيني وبين حدا وفي كتير يعني يفتكروا انه انا بزعل من هذا بزعل من هذا ما هذا بالنسبة خاصة اللبنانيين بس انا رحت على لبنان لا بالعكس كلهم اخواتي الصغار ما في اي مشكلة ابدا
وأنا بعتز بالمدربين العربي اللي برا بلادهم مثل شهاب أحمد، مثل شهان شهاب، شهان حسين العبيدي بالسويد، وشهان هاشم كمان بالسويد. هذول اللي بيشتغلوا أنا سميتهم الجنود المجهولين، عم يشتغلوا يعني مجهولين صراحة، بيشتغلوا بقوة إخلاص بتفاني. هذا شيء أنا بعتز فيه الشباب العرب، يعني أنا مش متعصب إنه لأنهم عرب بعتز فيهم، لا بالعكس، أصحابي كتير أجانب مدربين دوليين حول العالم، أصحابنا وياهم كمان بعتز فيهم بصداقتهم بأخوتهم. وحابب أنا صراحة يصير في تعاون أكثر بين المدربين بالشرق الأوسط، لا يصير في تطور أكثر بفنون اللعبة. اللي عنده مثلا عنده خبرة معينة ممكن المدرب الثاني ما عنده إياها، تعاون كلنا سوا نبني طوبة وطوبة مع بعض، نبني شيء قلعة عربية لنقدر نتميز أكثر من الأول. هذه كل 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 مخلص بعمل بيتمنى إنه كل منطقته تتحسن ويصير مجهودها بلعبته باختصاصه عالميا تكون، مع إنه عندنا خامات عربية كتير، لبنان، سوريا، الكويت، العراق، الأردن، مش ضروري أنا بس بالكيوكشن، في ألعاب تانية بمصر فيها خامات وفيها أبطال عالم بالتايكواندو، بالشوتوكان، عندك تونس كتير قوية، تونس الوحيد اللي الكيوكشن فيها داخلي ببرنامج الرياضة المدرسية، يعني بفوت على المدرسة بفوت على في حصة كيوكشن موجودة بالمدارس الثانية مش موجودة. وأنا كتير بشكركم أنتم، بشكر القناة تبعكم على الشيء المقابلة هاي. أنا تفاجأت صراحة إنه حضرتك عم تعمل تتبرع إنك تعمل هالبرنامج وتجي وتتعب، وهذا شيء كتير مهم بالنسبة لنا نحن، خاصة بالنسبة لي أنا كرجال كبير باللعبة ورتبة عالية، بعرف قيمتها هالخطوة اللي أنتوا يمكن عندكم صغير الخطوة هاي، لا بالعكس عنا ما راح أنا أنسى صراحة، وراح أذكرها وين ما التقي بمحافل دولية إنه أنتوا شو سويتوا معانا. المحطة تبعكم حتى يمكن المحطة ما بعرف الاسم قالوا لي، بس ما المهم أنا مشكور كتير لك شخصيا وللمحطة اللي أنت تابع لها ولهالناس الموجودين هدول، كل واحد بينتمي لنادي ولبلد التقينا، هيدا شيء مش سهل أبدا. Mein Name ist Arsene Vinogradov, ich bin 16 Jahre alt, wohne in Köln
Yes, zum ersten Mal. Ich wollte mal einen Sportart versuchen und da kam mir Karate in den Sinn. War sehr effektiv, sehr anstrengend, die erste Zeit, wo ich angefangen habe. Aber danach, nach wie vielen Jahren, 7, 8 Jahren, vielleicht mehr sogar, habe ich gesagt, so stark, so, es macht Spaß und ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, an der anderen hat es auch Spaß gemacht. So. Hallo, mein Name ist Mieko Ono Leonhard. Ich bin 50 Jahre alt. Wieso, dass ich den Kyokushin Karate angefangen habe, ist, mein Kinder wollte unbedingt Karate anfangen. Und das am besten ist ja Kyokushin Karate, uns sehr gefallen hat und habe ich einfach mitgemacht. Und jetzt schon seit 9 Jahren dabei und ich versuche weiter meine Bestes zu tun. Und heutzutage, die Frauen sollen auch ganz stark bleiben und auch selbstbewusst sein. Und daher Kyokushin Karate ist am besten. Hallo, ich bin der Muhammad Nasukanov und ich wollte euch sagen, warum ich vor Karate entschieden habe. Weil mit Karate kann man sich stärker fühlen. Also zum Beispiel, jemand greift dich so an, du kannst dich nicht wehren, gehst in Karate und so trainierst, da könnt ihr abwehren, zurückschlagen, da werden die euch Angst haben. Hallo, mein Name ist Jasmin und ich mache Kyokushin Karate und für mich ist es besonders wichtig, vor allem als Frau selbstbewusst zu sein und vor allem in dieser Gesellschaft stark zu sein und deswegen habe ich mich halt für Karate entschieden, vor allem Kyokushin Karate, weil man da nicht nur kämpft, sondern quasi seinen Geist ausbildet und quasi auch seinen Körper und das gewährleistet, dass man quasi auch stark ist und auch selbstbewusst auftreten kann. Und beim Karate ist halt besonders wichtig, dass man halt auch Respekt hat voreinander und die Atmosphäre ist sehr schön. Und deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden und kann es auch jeder Frau weiterempfehlen, diese Kampfkunst auszuüben. Los, mein Name ist Nick Naoto Leonhardt, ich bin 50Q. Karate mache ich, weil ich bin halb Japaner und dachte, dass ich eine japanische Herkunft benutze, um Karate zu machen. Ich finde, es macht Spaß, die Gemeinschaft ist gut. Und Training ist gut und mir gefällt es, Karate zu machen. Hallo, ich bin Charlotte, ich komme aus Köln, ich habe den weißen Gürtel und ich mache Kyokushin Karate, weil es einfach Spaß macht und es ist schön, die Leute kennenzulernen und man kann in viele Städte reisen und da Turniere machen und man sammelt sehr viele Erfahrungen. Assalamu alaikum, mein Name ist Mohammed. عايش في دولة السويد أقيم في مدينة ستوكهولم ويعني أتدرب الكيوكوشينكاي يعني كاراتي ياباني اللي سيطر كان عليه أوياما هو مثلا المعلم الكبير معلمنا والآن يعني مشارك هنا في ألمانيا كان التقاء عالمي وأوروبي للكيوكوشينكاي ولهذا مثلا أحس بنفسي سعيد لالتقاء بجميع الممارسين للكيوكوشينكاي وخصوصا لكيوكوشينكاي تيسوكا جروب أوس أنا أحمد بارودي من سوريا مقيم في ألمانيا محامي سابقا والآن حزام أسود 5 دان كيوكوشينكاي 5 دان شوتوكان 6 دان كيك بوكسينج حكم دولي في اللعبتين في الكيك بوكسينج والكاراتي بدعوة كريمة من شيهان شهاب أحمد حضرنا هذا المعسكر الصيفي للتدريب مع مختلف المنظمات كان مفتوح لأوبن فور أورجانيزيشن شاركت العديد من الدول والعديد من المدربين من الرتبة العالية وتحت إشراف الهانشي حسين سليمان من لبنان رئيس الاتحاد العالمي للكيوكوشينكاي كان في فرصة جيدة جدا لتبادل الخبرات مع بقية الأصدقاء لتبادل المعلومات مع المتدربين والمشاركين في المعسكر نشكر شيهان شاب أحمد على هذه الفرصة الرائعة اللي قدم لنا إياها أنه نلتقي بإخوان لنا أصدقاء ومتدربين محبين لرياضة الكيوكوشينكاي والفنون القتالية الأخرى ونتمنى أنه تتكرر هذه اللقاءات وهذه الفرص تنعاد مرات ومرات لفئات الجميع لتحقيق الخبرة
واللياقة والفرح مع بعضنا. وشكرا.